فيز دي سي ماشين عباره عن ملفات 3 فيز متوصله ل 3 فيز اي سي سبلاي. 3 فيز اهو اي سي سبلاي. قلنا ان الستيتور دوت بيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ ها؟ بيعمل لي حاجه اسمها ايه ده؟ ماجنتيك فيل. ماجنتيك فيل. قلنا بتنهي ماجنتيك يعني اكن اكن مفيش مغناطيسات ولا حاجه، اكن هنا في مغناطيس ال وهنا في مغناطيس اس وادي المجال بينهم كده. المغناطيس دوت ودوت بيمر بسرعه ان اس وليكن 3000 وبالتالي المجال اللي في النص دوت عمال يكون بسرعه الان اس. ده روتيتنج ماجنتيك ده الستيتور بتاع كل انواع 3 فيز اي سي ماشين. قلنا يا جماعه احنا عندنا اختراع رهيب الستيتور ده بيعمل لي حاجه اسمها روتيتنج ماجنتيك فيلد. اكن ده كده ان واس وبيدور بسرعه ان اس. عاوزين نحط حاجه هنا اول ما نحطها مش مهندسين تدور يبقى كده عامل زي الموتور. احط ايه؟ فالمهندس احمد قال نحط مغناطيس مدور اهو حطينا مغناطيس مدور ادي الاس وادي الان. الان عمل كابلنج مع الاس. الان عمل كابلنج مع الاس لما ضرب بسرعه 3000 اللي جوه ده ضرب بسرعه 3000 وقلنا يبقى الباور بتاعت ده ضرب بسبب ان ده مغناطيس. الباور بسبب ان ده مغناطيس يعني في فيل بتساوي 3 الاي في البي على اكس اس ساين دلتا ولو باليونت بشيل التلاته وده مدور وداخل لجوه كده عامل شكل اسطواني فسموه سلندريكال سنكرونس ماشين عشان الروتو سلندريك ماشي. قلنا يا جماعه عندنا اختراع عاوزين روتيتنج ماجنتيك فيلد ادي ال وادي الاس. عاوز اخترع نوع تاني من انواع المواتير غير ده اعمل ايه؟ مغناطيس. المغناطيسه جمال قالت قالت في رابعه ابتدائي المغناطيس زي اللي هي مش حديد الحديد فقالت مش لازم يبقى مغناطيس نحط هنا حته حديده كده مدوره. حطينا حديده يا باشمهندسين مدوره بالشكل ده. سؤال هتضر؟ لا ليه؟ المغناطيس بيجذب الحديد ها ما تدور قولوا ليه مش هتدور وده هو بيدور كده ده بيدور كده ادي بسرعه ايه ليه مش هتدور حد يقول يا باشمهندس طب وايه يعني ترجع ثابت مش هيضطر ان هو يبذل قوه اه فبنقول ده اختراع فاشل وهتقول ليه قلنا المره اللي فاتت ده اختراع فاشل مش هتدور يعني تدور ليه يا باشمهندسين؟ انا عارف انها مره فاتت بس طب قلنا خلاص نعمل ايه يا باشمهندسين؟ لو ده الان وده الاس ها؟ نجيب حديده بس شكلها عامل كده شكلها عامل كده مش مدوره لا شكلها عامل كده فنجيبها نشوف مره ولا لا وده لما يجي يلف كده يا باشمهندسين يدور بالام اس ايه اللي هيحصل بالحديده؟ هتدور؟ ليه هتدور؟ مش معنى اللي فاتت ما دارتش ليه هتدور؟ هنقول بقى امتى يا باشمهندسين تدور؟ في ماده بتصور في القاهره اسمها الكونفرجن. بتصور؟ ايه هدف الماده دي؟ هدف الماده دي يقول لك ان الفيض او المجال المغناطيسي مثلا لو عندي لو عندي انا كده يا باشمهندسين ده سويتش مثلا بي سي كده اول ما اقفل ده يحصل فيض هنا هيمشي لي فيض وهنا في حته حديده كده يا باشمهندس الماده اللي درست ايه حته حديده اول ما تقفل السويتش ايه اللي يحصل الحديده ديت؟ حديده قابله للحرق ايه اللي يحصل لها؟ ايه اللي يحصل لها؟ ليه تنجذب؟ ليه تنجذب هنا؟ وما تنجذبش ليه تنجذب تبقى عامله كده؟ عشان الفيض لازم يمشي في اقل مقاومه مغناطيسيه اللي اقل هواء اقل ايه يا باشمهندسين؟ لازم يمشي في اقل يد جاي فبيبذل فورس اهو ادي دلوقتي الفرد المجال المغناطيسي في الاول كان هيمشي هيمشي كده يا باشمهندس هيمشي كده 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 اهو هيمشي هنا في 10 سم هواء دي مقاومه كبيره جدا بالنسبه له زي ما قلنا عندنا هنا السلك ده جاي من اسوان
السلك دوت الكهرباء هنا جاي من اسوان، جاي من اسوان ماشي في نحاس اسوان لغايه هنا، مش عارف يعني ماشي 1000 كيلو، مش عارف بتنط كده 1 سم 1 سم 1 سم اهو، مش عارف بتنط كده قولوا عفوا يا جماعه. لا ليه؟ اما تنطوا مقاومه عاليه، عشان المقاومه دي مالها ريزيستنس كبيره جدا، ما يقدرش يمشي بالطياره. نفس الكلام الطن المغناطيسي يمشي بحديد من هنا لاسوان ما يمشيش في سنتي ايه باشمهندس هوا. ليه؟ عشان المقاومه المغناطيسيه للفيض كبيره جدا، سموها المقاومه دي اسمها ايه؟ الريلاكتنس. سموها ايه؟ الثانيه دي اسمها ريزيستنس، دي اسمها الريلاكتنس. فهو لا بيبذل الفيض المغناطيسي بقى بيبذل فورس عشان يقلل الايه بقى؟ الريلاكتنس، المقاومه المغناطيسيه. ازاي؟ ان هو يشد اي حته حديده اهي، فيشد الحديده دي بفورس كده، نقعد نحسب احنا مش عارف الفورس، بحيث اهو لما الحديده دي جت كده اهي اهي، يبقى مش في ايه؟ في ريلاكتنس قليل، في ارجاب قليل. يبقى امتى الفيض بيجذب الحديد؟ اذا كان الحديده دي هتقلل له ايه يا باشمهندس؟ الريلاكتنس. طب هنا ليه ده هيدور؟ لما ده يا باشمهندس المغناطيس ده يجي كده، ده يجي كده اهو، ادي الام اهو، ادي الان وادي الاس، هيمشي كده في 10 سم هوا 10 سم هوا، ده اقل ارجع؟ لا اقل ريلاكتنس؟ لا. طب ممكن يعمل ايه عشان يقللها؟ ها؟ يجيب بقى الحاجات دي يعدلها كده، يبقى كده يا شباب اهي، يبقى هيمشي في سنتي وسنتي، اه ده اقل ارجع واقل ريلاكتنس، عشان كده يبذل فورس عشان ايه؟ يقلل الايه بقى يا باشمهندس؟ الريلاكتنس، فيسمي الباور الموتور ده هيدور بسبب ان هو بيقلل الريلاكتنس، فيسميه الباور نتيجه الريلاكتنس بتساوي في تربيع اكس دي ناقص اكس كيو على 2 اكس دي اكس كيو ساين 2 دي. لو شرحنا ايه اكس دي واكس كيو في المره بتاعت السكيل. طب ده هيدور؟ لا لا. ليه؟ لا عشان مهما تغير مهما ده يجي يا باشمهندس كده كده سنتي وسنتي كده سنتي وسنتي كده سنتي وسنتي، طب ايه الجاب ساب؟ فالريلاكتنس ساب، فمش هينزل فورس عشان يقلل، هي طول عمرها مالها 50 ساب. فهنا الباور هيبقى بكام في الحاله ديت؟ الباور في الحاله ديت هيبقى بكام؟ بزيرو. خلاص ده مش قلنا عاوزين نعمل يا باشمهندس موتور تاني غير ده وده، نعمل ايه؟ حد يقول نعمل موتور تالت. ها؟ نعمل حتة حديدة زي ديت وبس مغناطيس اهي، نعمل كده ومعرفش ده الاس وده الان، فالاس هيعمل كابلنج مع الان، الاس هيعمل كابلنج مع الان، لما ده يدور بسرعة ان اس ده هيدور بسببين بقى. ايه السبب الاولاني؟ ده مغناطيس هيسوق بسبب الكابلنج بين الان والان، وهيدور حتى لو فقدت المغناطيسية برضه هيدور بسبب ايه؟ اختلاف الارجاء. الريلاكتنس هيبقى زي ده، يبقى الهدوء بسبب الفيل والريلاكتنس. هو دوت ده الباور، ده اسمه السكيلر ايه؟ بيقول اللي شرحناه المره اللي فاتت. ده السكيلر. وده الريلاكتنس. يبقى الباور بتاع ده بتساوي الباور دي زائد الباور دي. اي في الفي على اكس اس ساين جدا زائد في تربيع اكس دي ناقص اكس كيو على 2 اكس دي اكس كيو ساين 2 دي. يبقى ايه الريلاكتنس؟ احنا شرحنا السيلات المره اللي فاتت. ايه الريلاكتنس بقى كده؟ حد يعرفني ايه الريلاكتنس؟ حد يعرفني ايه الريلاكتنس؟ ها؟ الريلاكتنس عباره عن سيليان بس في اي اف تي بكام؟ الاي اف تي بكام؟ بكام؟ ولا حد معايا. هو سيليان عادي بس الاي اف تي هو اصلا ما بنعملوش ليه ملفات فيه. يعني ما بنصممنلوش ده في ملفات فيه دي كده؟ في ملفات فيه؟ لا ما بنصممنلوش ده بقى ملفات كتير. فالريلاكتنس عباره عن سيريان بس الاي اف او الاي في تساوي
خدنا احنا السيريال في المرة اللي فاتت. لو عندي الاي والدلتا الاي والدلتا اروح اجيب الاي والفاي عن طريق كم خطوة يا شمسين؟ 5 خطوات. علما بان الفي والاكس جي بي والاكس كيو مالهم؟ ها جيبن دول جيبن. بس هنا في الرابطة بس الاي بكام؟ 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 زيرو عشان ما فيهوش ملفات فيه عشان ده حته حديده ما فيهوش اي خالص ولا اي اف ولا اي حاجه من الكلام ده. وبالتالي بقت دلتا زيرو. ها؟ يبقى اكن عندي زيرو دلتا هنجي نجيب اي اف عن طريق 5 خطوات. الخطوه الاولى خدت لسه من الاثنين اول امبارح. لسه من الاثنين اول امبارح. ناخدها بالاخر. نجيب الاي كيو تساوي بي ساين دلتا على اكس كيو. عندي البي والاكس كيو يبقى انا الجول الوحيد اللي لو جبته اقدر احسب الاي كيو. ها؟ ها؟ الدلتا. لو جبت الدلتا اقدر احسب الاي كيو. تاني خطوه اي دي بتساوي في كوساين دلتا ناقص اي على اكس دي. الاي بكام في الريلاكتنس؟ بزيرو. شلناها كده. عندي البي والاكس دي. البي والاكس دي ايه المجهول الوحيد لو جبته اقدر احسب الاي دي؟ ها؟ دلتا. ثالث خطوه ها حد فاكر؟ اي ارميتشر جاز اي دي سكوير اي كيو عندي اي دي اي دي جبت الارميتشر. رابع خطوه الباور. لو جبت انت القانون بتاع الريلاكتنس حطيت الاي بصفر ها؟ يبقى الباور بتساوي ايه؟ دي كلها بصفر. في اكس دي ناقص اكس كيو الباور هتساوي دي تربيع اكس دي ناقص اكس كيو على 2 اكس دي اكس كيو طيب 2 زد 5 الباور فاكتور الباور على 3 في في الاي وبريونيك بشيل الثلاثة يبقى ايه الحاجة الوحيدة اللي لو جبتها فاقدر احسب الاي كيو والاي دي والاي ارمتشر والباور بار فاكتور ايه هدفك كده في المسألة يا باشمهندس؟ تجيب الدلتا. لو جبت الدلتا تقدر تحسب تقدر تحسب الحاجات دي. فبيطلب مني يقول لي كده مثلا مثال يا باشمهندس مثال ثري فيز ريلاكتنس مود الاكس دي بتساوي نص بريود الاكس كيو بتساوي 2/10 بريود. طيب اوعى الاي ارميتش والاي دي والاي كيو والباور والباور فاكتور رقم واحد الباور ماكس اثنين المولو نجليك الدي روتيشن ثلاثة المولو علما بأن الدي روتيشنال بتساوي 2% تريليون أربعة هات الريتد عند الريتد باور خمسة هات الريتد كارنت ست حالات بيطلب فيهم تحسب الاي دي والاي كيو والاي ارميتشر والباور باور فاكتور عن نمسك حاله حاله ايه هدفك؟ مين يا تمثيل؟ الدلتا. لو جبت الدلتا الفي بكام هنا؟ طب الفي بكام دلوقتي؟ الفي بكام؟ واحد
لو جبت الدلتا في اي حاله اعوض هنا اجيب الاي بي والاي دي اغير مش بره. نمسك اول حاجه هات الباور ماكسيمم الدلتا بكام؟ كتبت القانون الباور بتساوي بي تربيع اكس دي ناقص اكس كيوب على 2 اكس دي اكس كيوب ساين 2 دلتا. دلتك عاوز الباور ديت ماكسيم يبقى اكيد ساين 2 دلتا دي بكام؟ 90. يبقى 2 دلتا ب 90 يبقى الدلتا بكام يا شمسين؟ 45. عرفت ان الدلتا ب 45 عند الباور ماكسيم. عوض هنا بقى ده واحد والاكس كيو مش عارف 2 من 10 وجبت 45 45 جبت الاي كيو الاي كيو الاي كيو مش كده كام دوت؟ يبقى عندي الباور ماكسيمم خلاص يا شمس عرفنا ان الباور ماكسيمم الدلتا عندها ب 45. تاني حاجة عندي النولود. النولود يا باشمهندس معناها ان بي اوت بكام؟ بي اوت بكام؟ بكام؟ في حالة النولود يا باشمهندس ايه هدفي؟ لو جبته اجيب الاي دي والاي دي والاي مش بابا فاكتور عندي النولود الدلتا بكام؟ بكام؟ ليه زيرو؟ ها؟ تعالى يا باشمهندس اهو. اي قانون في باور يا باشمهندس باور مثلا بتساوي البي في الاي في الباور فاكتور او باور بيساوي الكلام ده يبقى القانون ده الباور ده لازم يبقى باور الكتريك لازم يبقى باور كهربائي. فانا في الموتور الباور الكهربائي دي في الانبوت ولا في الاوتبوت؟ في الموتور في الانبوت. فتبقى دي بي انبوت ولا اوتبوت؟ ها؟ يبقى دي بي ام. فاشيل ديت بدل ما ديت مش موجود كده اشيل ديت واحط مكانها بي ام. ايه اللي بتساوي الكلام ده؟ البي ام ده بيساوي بي اوتبوت زائد البي لوسز. اللوسز ديت اللي هي الاحتكاك مثلا او روتيشن. دي الاحتكاك. شلت البي ام دي غلطان؟ شلتها كده غلطان؟ عندي النولود البي اوت بكام؟ بزيرو. حطيت ديت كده بزيرو شلتها كده غلطان؟ غلطان؟ قال لي في الحاله الاولى نجلكت البي روتيشن. اعمل ايه من دي؟ حط ديت بزيرو ولا اقل كده؟ حط دي بزيرو شلتها حطيتها بزيرو غلطان؟ يبقى ساين 2 دلتا في الحاله دي بكام؟ بكام؟ بزيرو. طب ده بزيرو قلنا صفر بتساوي 10 في اولى ابتدائي. 10 في كام؟ في كام يا باشمهندس؟ دي بصفر اكيد دي صفر. دي قيمه يا باشمهندس دي قيمه على طول بس مضروبه في ساين 2 دلتا. ما دام صفر بتساوي 10 في قيمه يبقى اكيد الساين 2 دلتا دي هي اللي صفر. طب دي قيمه. في واحد قال لي يبقى اكس دي مش عارف بتساوي اكس دي في الحاله دي. يبقى ساين 2 دلتا هي بصفر يبقى 2 دلتا بصفر يبقى الدلتا الكام؟ صفر على 2. ماشي يا باشمهندس؟ يبقى في الحاله ديت الدلتا بكام؟ جبت الدلتا جبت الدلتا اعوض بيها هنا اجيب الاي كيو والاي دي وابقى مش بابا. في الحاله ديت الدلتا نو لود بتساوي الحاله الثالثه النو لود بس مش هنجلكت البي روتيشن ده البي روتيشن بتساوي 2 من 100 بريون. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ايه هدفك؟ بكام؟ بزيرو. والبي روتيشنال؟ يبقى نكتب هنا ده دي بي
انبوت هي اوتبوت زائد الاحتكاك. الاوتبوت ده بزيرو خلاص شفناها كده. يبقى القانون ده عندي ديت بتمد في المية وعندي دول اكس دول اكس كيو كلمة كل الوحيد ها؟ الدلتا دي دلتا نور. القانون دوت اجيب الدلتا اهو دايما اجيب ايه يا شمسين ها؟ أربعة. ديتا كونسيف. الدلتا في الحالة دي نورود قريبة جدا من الزيرو في الحالة دي. واحد من عشرة، أربعة من عشرة، حاجة قريبة من الزيرو. الحالة الرابعة إيه؟ الريتد باور أو الفول لود باور. معلش عاوز ايه؟ اجيب الاي دي والاي كيو والاي امتشر والباور باور فاكتور. اجيبهم ازاي؟ اجيبها ازاي الداتا؟ ها؟ اجيب الداتا ازاي؟ ازاي يا اخويا؟ الريتد باور يعني الباور بكام؟ الباور تساوي واحد بريون. ماشي اجيب الداتا ازاي بقى انا؟ اكتب قانون الباور وحط مكان الباور ده كام؟ واحد. بقيت عندي الباور كده اهي واحد تساوي دي تربيع اكس دي ناقص اكس كيوب ها على 2 اكس دي اكس كيوب ساين 2 دي. عندي البي والاكس دي والاكس كيوب. المجهول الوحيد هنا يا شمسين ها؟ ساين 2 دي. اجيب الساين 2 دي واجيب ال 2 دي اجيب ال دي. اعوض هنا اجيب الاي كيو والاي دي والامتشر والباور هيطلع لي واحد وبطل. في مشكله؟ ات الهاف لود باور. عند الهاف لود باور يبقى الباور بكام بريونت؟ نص. يبقى الباور بنص. ايه هدف فيه؟ اجيب الدل. اجيبها ازاي؟ ها؟ احط ديت يا شباب الباور ديت قانون الباور احط ده بنص. وعندي اليون اكس اليون اكس كيو ما جوه واحد الدلتا جيب الدلتا اقعد فيها في الاي كيو والاي دي والاي امتشر والباور. مش كده كان ده وانا اقعد احب ده كله حلو الجاية دي ادي الريت الكرم خمسة ادي الريت الكرم أو ريتد أمتشر كارب. أمتشر كارب. أو الفول لود كارب. إيه حد يقول. عند الفول لود كارب. إيه 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 هذا فيه؟ جيب الدلتا لو جبت الدلتا أحسب دلوقتي ما يقول لك أمتشر وبابا وبابا. أجيبها إزاي؟ اي يعني ايه ريت الكرم؟ بكام؟ عاوز عندي الاي ميتشر بواحد، عاوز اجيب الدبل، اجيبها ازاي؟ ها؟ اهو اهو حط الاي ميتشر دي بواحد وشوف هتيجي ازاي؟ اهو ريت الكرم الاي ميتشر بتاعه واحد حط اهو اي ارميتشر بتساوي جذر اي دي سكوير زائد اي كيو سكوير. شلت الجذر يبقى ده تربيع غلطان؟ شلت ده وتحط بواحد واحد تربيع غلطان؟ عوض شيل دوت يا باشمهندس حط بدلها اي دي تربيع زائد اي كيو تربيع في كوزاين دلتا على اكس دي دي ساين دلتا على اكس كيو غلطان؟ ماشي الاكس دي بكام؟ بواحد يبقى واحد على نص بكام؟ ها؟ واحد على نص اثنين تربيع تربيع خمسين يبقى أربعة وزاين تربيع دلتا زائد 25 ساين تربيع دلتا وعندي قاعدة ما اعرفش هتطلع في الفيلم
عندي بعض كوزين تربيع الساين تربيع بتساوي كام؟ واحد. فهاجي انا ال 25 ديت اقسمها 4 والباقي هتبقى 1 في 3 4 كوزين تربيع دلتا زائد 4 ساين تربيع دلتا زائد الباقي 21 ساين تربيع دلتا. اخد ال 4 اعمل مشترك عامله كده يبقى 1 يساوي 4 زائد 21 ساين تربيع دلتا. معايا مش ناقصين ولا ايه؟ القصه دي اجيب منها الايه؟ الدلتا. جبت الدلتا اعوض في الاي دي والاي كور اعمل مش هتبقى اللي بعديها اد الهاف لود كارب اعمل ايه؟ الباور فاكتور والتورك والكامل. عندي الباور فاكتور ماكسيم ايه هدفي؟ اجيب الدلتا. الدلتا في الحاله ديت انا اخدها اعتبارتي قانون معقول الاثبات بتاعي ان الدلتا هنا بتساوي كوزاين ماينس 1 اكس دي ناقص اكس كيو على اكس دي زائد اكس كيو. علينا القانون ده نثبته بعد شويه.
اجيب بجيب من القانون دوت الدب الاثنين ده سواء كان اجيب الدلتا وعاوز تراي دي ما يجيب غير متر واجيب الباور وخلاص معايا. نخش بقى في موضوع النهارده هنا بيديني مثلا مثال يا باشمهندس اكيد في مثال 3 دي لمطن سمول اكس دي بواحد اكس كيوب نص 5 الاي ار ميتش والباور الباور فاكتور ايه رقم 1 باور ماكس 2 النو لود مثلا 3 باور فاكتور ماكس الحل ده الامتحان ده السؤال في الامتحان يديني اكس دي واحد بريونت اكس كيو نص بريونت والفي عندي كام بريونت يا فلسطين؟ في واحد بريونت خلاص ازاي عاوز الار ميتر كام في الحالات التانيه؟ هنا اقول يبقى الدلتا في الحاله ديت ب 45 واجيب الاي كيو والاي دي والاي ميتر بور بافر هنا اقول الدلتا بتساوي زيرو عوض بزيرو اجيب الاي كيو والاي دي والاي ميتر بور بافر هنا الاثنين دلتا تساوي كوزاين ماينس 1 اكس ناقص اكس كيو على اكس بي زائد اكس كيو عيد نفس الكلام. احيانا بقى يجي يقول لي حل باستخدام حاجه اسمها حاجه ثانيه بالرسم كارنت لوكس او حاجه ثانيه فنبدا دلوقتي في ايه؟ يقول لك عيد الحل دوت بس باستخدام ملاحظة يا ابني ملاحظات رياضية زاويتها فاي بتساوي 3 سين دلتا زائد 0 زائد 3 جي 3 كوزين دلتا ناقص 10 مما سبق دراساته اولى سنه وثانيه سنه واعدادي هندسه خدت الديت معانا ده ما عادش يتضايق نص القطر بتاعه كام؟ 10 الريديوس بتاعه كام؟ الريديوس مجهول؟ اه 3 ديت دي الريديوس وهتلاقي هي هي دي الاثنين دول ده الريديوس يساوي 3 نص الكوب السنتر زيرو اهو ده مش كده ده زيرو وسالب 10 اقسم الدايره دي ادي السنتر اهو زيرو وسالب 10 اهو ادي 10 الرابع 3 رسمنا الدايره فين الاي وفين الفاي وفين الدلتا حد يقول لي فين الاي وفين الفاي وفين الدلتا فين الاي رسمنا فين بقى الاي في الموضوع ها فين؟ فين الاي هنا؟ ها؟ يعني فين يعني؟ اي نقطة على الدالة؟ اي نقطة على الدالة؟ مالها اي نقطة على الدالة؟ اهي اهي خدت النقطة دي لو وصلت النقطة دي بالاصل كده نقطة الاصل كده عشان نسيب هي ده الطول ده فين الفاي؟ الزاوية دي هي دي الفاي أمال فين الدلتا؟ فين الدلتا؟ لو وصلت النقطة ديت بالمركز بتاع الدايرة بتيجي الدلتا
دي مع يا استاذ ده معنى ايه عند الداتا بصفر بتطلع القيمه القيمه دي احط ده بصفر هتديك النقطه دي هيبقى ده الطول بتاع الطياره طول الطياره ودي زاويه 90 الطالب مثلا عند الداتا 90 هتيجي النقطه دي يبقى الطول ده كله والزاويه بتاعته مش عارف كذا يبقى عند كل دلتا عند 0 و1 و2 و3 و4 و90 و91 عند كل نقطه بتديني الطياره قيمه وزاويه اهو القيمه اللي هو الطول والزاويه بتاعت الفاي اللي هي الزاويه ديت والدلتا لو وصلت لنقطه الايه بالسنتر بتاع الدايره يديني الدلتا واضح الكلام دوت تعالى بقى نشوف ماشي يا شمسي لو احنا اصفر خدنا مثلا النقطه دي يا شمسي وصلناها كده ده ار ده الفار ديت الدين لو اسقطنا الطيار ده على المحور ده يديني اي ايه ها؟ اي كوزين فور يا باشمهندس لو اسقطنا ديت على المحور ده يديني اي كوزين فور ضربت في واحد غلطان في واحد بريون يديني المحور ده اللي هو البي في الاي كوزين فور اللي هو مين يا باشمهندس؟ الباور اسقطنا ده كده يديني اي ساين فور ضربت في واحد نفترض انا عاوز قلت لك عاوز اقصى باور اقصى باور هذه نقطه بتحقق اقصى باور اكبر باور المسقوطه بيها دي تديني اكبر باور واحد قال لي اه النقطه اللي انت عندها دي اقصى باور لا بس لو خدت النقطه دي بقى اسقطتها كده بقول له اكتر لا لا لو كده فين اقصى باور؟ عند الدلتا كام؟ خمسة؟ خمسة يعني 90 لا عند الثاني 90 هي اقصى باور هنا اسقطها كده اديك اقصى باور فاهمني يا شمسي؟ ولو جت الطيارة بقى عند اقصى باور ماشي خلاص وصل بالنقطة دي عاوز مثلا الاي عند اقصى باور وصل هي ديت الاي عند اقصى باور نخش عادي فين الفاي؟ ادي الفاي فين الدلتا؟ قلت لك جيب لي النو لود باور الباور بصفر انهي نقطة اللي قصصتها على المحور بتاع الباور تديني صفر انهي نقطة؟ عاوز النو لود باور مثلا؟ ده دي باور ماكس عاوز النو لود باور ها؟ لو ادي ده محور الباور عاوز الباور بصفر النقطه دي مثلا لو اسقطتها لا قيمه النقطه دي لو اسقطتها كده تديني باور بصفر يبقى ديت النول الباور فين التيار اهو القيمه دي طب فين طب فين الفاي اهي الزاويه دي هي دي الفاي فين الدلتا اهي 2 دلتا بتكون الدلتا بصفر ماشي يا باشمهندس عاوز عاوز ده كده النول باور لو قلنا يا باشمهندسين عاوز اقصى باور عاوز اقل باور اقل باور يا باشمهندسين اجيبها ازاي؟ اقل باور يا باشمهندس اقل فوق هجيبها ازاي اقل فوق اقل فوق يعني صفر صفر دي اقل فوق ينفع هنا في فايل صفر اي نقطه تديني فايل صفر وصل اي نقطه تديني فايل صفر طب اقل فايل فين؟ مش انت 90 دي اقل دي دي اقل فايل ها؟ دي اقل فايل دي اقل فايل بس لما يكون الريديوس ايه؟
فين الطيار؟ خد النقطه هنا، النقطه دي هجيب لك طيار بيت دي ملاحظات يا جماعه. تعال نخش بقى في الموضوع ده. عندي في الريلاكتنس ممكن الباور بتساوي الباور بي تربيع اكس دي ناقص اكس كيو على 2 اكس دي اكس كيو ساين 2 دي ديت الباور الكيو بتساوي بي تربيع x b ناقص x q على 2 x b x q كوزين 2 دلتا ناقص b تربيع x d زائد x q على 2 x d x q. وده قانون الباور في الريلكتنس ده الاس عباره عن b زائد j q ده الاس. الاس يبقى الاس بتساوي البي زائد جي كيو زائد الاس. ماشي يا فرنسي؟ زودت هنا زائد صفر عملت كوس كيو وعملت كوس كيو. دي معادله ايه؟ دي معادله ايه يا فرنسي؟ طيب فين السنتر وفين الراديوس؟ بعد لسه شارحها من خمس دقايق فين يا باشمهندسين؟ ها؟ اه ايه دي ايه يا باشمهندسين؟ ده الراديوس. ده الراديوس قدام السلم وزي ما انت تسويه يبقى الراديوس في تربيع اكس دي ناقص اكس كيو على 2 اكس دي اكس كيو والسنتر ها؟ زيرو القيمة دي يبقى دوت السنتر زيرو ناقص بي تربيع اكس دي زائد اكس كيو على 2 اكس دي اكس كيو. يبقى كده الكومبلكس باور الاس ليها نقص اكنها سيركت. طب التيار بيساوي ايه في البريونت؟ الاس يا باشمهندس الاس بتساوي البي في الار من كل حاجه بريودي يعني الاي بتساوي اكس تان في بريودي 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 يعني الاي 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 بتساوي اكس تان في اكس تان في شيل السكوير واكس تان في شيل السكوير. يبقى الاي زاويتها فاي بتساوي القانون ده دي معادله الدايره. فين الراديوس بتاعها يا باشمهندس؟ ها اهو ادي الراديوس بتاعها. فين السنتر؟ يبقى كده الاي او الاس بيمثل معادله ايه يا باشمهندس؟ دايره. ده الراديوس يبقى السنتر. تعالى نرسم الدايره. عايزين نرسم الدايره. مثلا اهو ادي السنتر زيرو وسالب الكلام ده زيرو وسالب في اكس دي زائد اكس كيو على 2 اكس دي اكس كيو اهو. وافتح البرجر بالريديوس ده فتحنا البرجر بالريديوس وعملنا كده دوت دوت يا باشمهندس او ده v x d ناقص x q على 2 x d x q. فين التيار؟ فين التيار؟ اي نقطة على ايه يا باشمهندس؟ على الدايرة؟ اي نقطة كده. ده كده الطيار وديت الفار
الزاوية دي بتساوي ايه؟ ها؟ الزاوية دي بتساوي ايه؟ غلط. بتساوي ايه؟ اثنين دلتا، اثنين دلتا. وزاي ساين اثنين دلتا. وزاي اثنين دلتا. يبقى الزاوية دي اسمها ايه؟ مش هنسيب الحالة دي. ها؟ اثنين دلتا. اثنين دلتا. تعالى بقى ناخد الحالات. رقم واحد. ات الباور ماكس. عند باور ماكسيمم ادي دوت في السنتر ده الجزء ده مش منسين اللي هو الايه الريدي فين الباور ماكسيمم انهي نقطه على اللوكس كانت لوكس اسقطت تدي ماكسيمم باور انهي نقطه ها عند كام 2 دلتا 90 عند دي ده بيمثل محور الباور ده بيمثل محور الباور لو النقطة دي كده اسقطتها كده تديني الماكسيموم باور عند كام؟ 2 دلتا تساوي 90 فين التيار؟ سيادتك بتقيس بقى من هنا بنحل هنا بالرسم ما بنحلش أي حاجة هنا بنحلش بالإيه؟ بالرسم كله أوصل دي كده شمهندسين ده يديني التيار ده يديني الفور وصل كده دي 2 دلتا في الحالة دي اثبت أن بيقول لك اثبت أن U at the power maximum A power maximum الـ I dimension بتساوي كام V XD ده XD على 2 XD XD الكل تربيع زائد V XD ناقص XD على 2 XD XD الكل تربيع اثبت في الريلاكتنس موتور الريلاكتنس موتور اثبت الكومنت اي حد مش مسيح ناجح كتاب بتاع دايره جون ايش مساكر في سابوكس هيقول لي ده تكنيك يبقى مش الفلتر نيكس اوف باس فين الطيار؟ الطيار ده الوتر يا باشمهندس ده الطيار ده الوتر ده مثلث قائم الزاويه التون ده لو السنتر دي اكس دي بقى اكس 2 والطول ده اللي هو مين يا شمسين الريدي ده السنتر الاي بتساوي الاي بتساوي جاز السنتر تربيع للريديوس اكس دي زي واضحه مش فاهمين حاجه يا باشمهندسين ده مثلث قائم الزاوية التيار هو الوتر الوتر ده بيساوي ايه؟ جذر ده الضلع ده زائد الضلع ده الضلع ده اسمه ايه؟ السنتر والتاني الريديوس تمام
الحالة الثانية F النو لوب، حالة النو لوب رسمنا يا باشمهندس ده السلطة فتحنا القوس والدليل حالة النو لوب وده الباور ودي الكيو في حالة النو لوب عاوز النقطة اللي اسقطها دي تديني الباور بزيرو ماشي هذه نقطة لسه قايلينها من 3 دقايق نين ده بزيرو النقطة دي عاوز الاي يبقى ده الاي ده فين الفاي اهو ناقص 90 درجة الاي ده بيساوي ايه في الحالة دي؟ الاي ارميتشر ها؟ التوب ده ناقص التوب يبقى السنتر ناقص والفاي في حالة النولود بكام يا باشمهندسين؟ ها؟ الفاي في حالة النولود تساوي ناقص 90 ماشي والدلتا في حالة النولود بكام؟ 2 دلتا في حالة النولود مرتبطين في الشيء كام دوت؟ الحالة الثالثة ات ريتد باور ادي رسمنا يا باشمهندسين
ده كده السنتر وده الريديوس ده كده فين الباور فاكتور فين التايم مينيمم فين النماذج ركز معايا بقى فين جبنا النماذج اهو جبنا فين النقطه بتاع النماذج عشان نسيبها اهي ده كده الباور الطول ده الباور الزاويه ديت الباور وصل ديت بديت ديت يا اخوان اثنين ديت الزاويه دي كام؟ اللي هي وقت ها؟ النقطه مش عارف توصل المركز عمود على عمود على الزاويه دي 90 الزاويه دي 90 تعرف تقول لي كوزاين كوزاين 2 دلتا كام؟ كوزاين 2 دلتا الطول ده اسمه ايه؟ الطول ده الطول ده ريديوس ها؟ الطول ده اسمه الريديوس الطول ده سنتر تعرف تقول لي كوزاين 2 دلتا بكام؟ لا ها؟ مثلث قائم الزاوية ضلع اسمه ار ريديوس على ال تعرف تقول لي كوزاين 2 دلتا ريديوس اهي جاوب على الوان على السنتر الكوزاين 2 دلتا تساوي الراديوس دي اكس دي ناقص اكس كيو على 2 اكس دي اكس كيو والسنتر دي اكس دي زائد اكس كيو على 2 اكس دي اكس كيو اطير الدي مع الدي 2 اكس مع اكس مع دي اهي اطير ده مع ده هتديني اكس دي ناقص اكس كيو على اكس دي زائد اكس كيو ممتاز ده كوزاين 2 دلتا الزاويه دي اسمها اكس الزاويه دي اسمها اكس فاي زائد اكس كام فاي زائد اكس كام 2 دلتا زائد اكس بكام 2 دلتا زائد اكس صح؟ سيد يبقى علاقة الفاي ب 2 دلتا؟ الفاي بتساوي 2 دلتا يبقى بدل ما ديت كوزاين يا باشمهندس 2 دلتا اقدر اقول عليها كوزاين باور اقدر اقول عليها دي باور فاكتور ماكس يبقى يا باشمهندس في الحالة دي ده القانون اللي احنا جبناه في حالة الباور فاكتور يبقى حد الدلتا نفس 2 دلتا بتساوي كوزاين ماينس 1 اكس دي ناقص اكس كيو على اكس دي زائد اكس كيو والباور فاكتور ماكسيمم يجي اثبات القانون ده اكس دي ناقص اكس كيو على اكس دي زائد اكس كيو اللي هو كوزاين 2 دلتا او كوزاين 2 الاثنين متساويين حد يقول لي التيار في الحاله دي بتساوي ايه؟ الفيثاغورس واوكليدس والكلام ده التيار مثلث قائم الزاويه طلع اسمه ار طلع اسمه سنتر اه يبقى الاير ميتشل في الحاله دي ازاي هو كان سنتر تربيع ومش ريديو حاجه فرسين فيها مشاكل كبيره ناخد بقى موضوع النهارده ده يلقن ستاخده بكره بكره عايز ايه؟ قول لي يا اسطى عشان انا هلحق اكتب بس بس ما توقع تلفون الرابع تليفون في تليفون هو الحمد والله هو اسمه ايه؟ مين؟ هو اللي بيجي في تليفون هو علي؟ اه ما بيدي حاجة ما بيدي حاجة ما بيدي حاجة السلندريكال اللي احنا خدناه قبل كده الباور بتاعته بتساوي 3 اي في البي على اكس اس ساين دي لو هنكتبه بالبريونت مفيش حاجه ده الباور
والكيو حد فاكر الكيو بتساوي ايه؟ كوزاين دلتا ناقص 3 بي تربيع على اكس طب اليونت ناخد البتاع الاس تساوي بي زائد جي كيو هتساوي اي في البي على اكس اس ساين دلتا زائد جي اي في البي على اكس اس كوزاين دلتا ناقص بي تربيع على اكس لو عملت هنا زائد صفر وعملت كده دي معادله ايه يا باشمهندس ها ايه السنتر بتاعها السنتر دي ما بس انت بيها على اكس اس ايه الرادياس اي في البي بدل 50 الرادياس اهو E في V على XS والسنتر 0 وناقص B ده على XS الـ I باليونت I باليونت تساوي S باليونت على D باليونت الـ I هتساوي S عن D عن V هنشيل D و D و D يبقى R معادلة دايرة R السنتر اهو D على X S السنتر 0 ناقص على X R D على X يبقى دايرة من C R زاوية الفار معادلة دايرة ارسم الدايرة لو ناقص بي على اكس اس ها نرجع للايه عشان بي على اكس ده ثاني يا باشمهندسين بالسلندريكال تعال نرسم الثلاث حالات الحاله الاولى اي اقل من بي اي يساوي بي اكبر من في تعالى في الحالة الثانية الاي اصغر من في رسمنا اهو خدنا ال 50 ده في على اكس اس ادي دوت كده الصفر افتح يا باشمهندس فرج الراديوس الاي على اكس اس اصغر والاي اصغر من في يبقى افتح كده ال 50 دي على اكس اس اهو رسمنا ادي كده الدايره انتهت ده اي على اكس فين الطيار اي نقطه على الفرن تنقص اي نقطه خلاص ده الطيار اواصل نقطه زي الاص دوت اي دوت فاي ودي اسمها ايه بقى الحته دي الزاويه دي اسمها ايه ها دلتا و2 دلتا 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 ماشي وادي ثابت طيب انت اسقط الطيار هنا دي اي كوزاين فاي ضربتها في واحد باليونت بتيجي باور اسقطت كده ده محور الحاله الثانيه لو الاي بتساوي بي يا باشمهندس ايه اللي بقى ضعيف لو الاي بتساوي بي ايه اللي يحصل لو الاي بتساوي في ايه التغير اللي هيحصل؟ ايه ده؟ دي على اكس اس الاي هي الفي يا باشمهندسين هيبقى هي برضه هي الاي على اكس اس يبقى انا ماسك في الحالتين دول يا باشمهندسين الكيوب كام؟ هنا
الكيو لو اسقطتها كده بالبوست ولا بالنيجاتيف؟ ها؟ بوست ولا نيجاتيف؟ صعبه ولا ايه؟ هنا في الحاله دي لو اسقطت كده يا باشمهندس الكيو هنا بالبوست ولا بالنيجاتيف؟ ايه هنا دي فيس لا لا كده بوست فهي اي ضيار في الجزء ده الكيو هتديني بالنيجا في حاله الاي اقل من الفي هنا نفس الكلام اي ضيار يديني برضه الكيو بالنيجا ماشي يا فندم هنا الجزء ده الدلتا بالموجب الجزء ده الدلتا بالموجب الجزء ده جنريتنج هنا الدلتا ايه يا فندم لو خدنا الصيغه النقطه دي مثلا رددت بالسالب الجزء ده يا فندم موت هنا كده جنريتور ده موت هنا الدلتا ب 90 ده الباور ماكس يبقى الجزء ده ما بستخدموش ليه ما بستخدموش عشان اكتر من 90 يبقى احنا بنشتغل بالنص ده الربع دوت للجنريتور والربع دوت للموتور واضح الكلام دوت هنا الدلتا اكتر من كده اكتر من كده الدلتا اكبر من 90 ما تنفعش ماكسيمم عندي 90 ده الحالة التالتة، الحالة التالتة لو إيه أكبر من V، التغير يا باشمهندس ده V على إكس إس، لو إيه أكبر من V إيه التغير؟ كيو تطلع فوق، ها؟ تطلع فوق، أدي الدايرة، أدي كده إيه أكبر من V، لو خدت التيار مثلا دي، النقطة دي، وصل كده، ده أي أر إتش، ده وصل دي كده هي ديت دي دي في الحاله ديت الكيوب البوزيتيف ولا النيجاتيف يا باشمهندس في الحاله الوحيده اللي تقدر عندي الكيوب ايه في حاجه بقى اسمها يبقى ده كارنت لوكس بتاع السيلين ديت في حاجه اسمها الكارنت كيرف ايه الكلام انت كده؟ العالي دي تدري دي تدري عاد يا فرنسي الكلام انت كده عاوز انا احدد حاجه اسمها افضل نقطه اوبتيمال فيبريشن احسن نقطه شغال عندها الجنريتور شغال عند سته كام بالظبط طب نعمل ايه بقى بقول اقصى تيار اقصى تيار عشان المتلويه ما تنزلش وليكن قال لي الماكسيمم الماكسيمم كارنت قال لي اللي هو الريت قال لي وليكن مثلا قال لي الاي ارميتشر ماكسيمم هي الاي ارميتشر ريت قال لي كده اللي هي بكام قال لي بواحد بليون في 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 ناس تانية ممكن يديني اكتر اه ممكن واحد يديني واحد وربع مثلا اكتر من ريت وربع فانا كده اقصى تيار هنا مثلا عندي هو هو الريت وانا عندي الواحد تريون برسمها يا باشمهندس ب 10 سم فاقصى تيار دوت اقدر ارسمه هنا التيار دوت قال لي اقصى تيار اللي هو ايه 10 سم واحد تريون 10 سم عاوزين نمسك اقصى تيار هنرسمه ازاي؟ هاجي هنا يا باشمهندس كده اهو ده الطيار اقصى تيار 10 1 مليون او 10 سم اهو ارسم كده ايه ده ايه ده رسمت ازاي؟ ده بتاع اقصى تيار ده 1 مليون 10 سم اي ضيق اي نقطه عليها او جواه يديني التيار والفاي وكل حاجه سؤال ممكن اشتغل بره الدايره دي؟ ده التيار اهو ده اهو ممكن اشتغل هنا مثلا؟ ممكن اشتغل بره الدايرة دي؟ لا لا ليه؟ مش اشتغل بره. لا ليه؟ مش اشتغل بره. ها؟ ده عندي ايه؟ ماكسيمم كارنت. طب هو يعني ما يعدي. ما يعديش. ما يعديش. ما يعديش. ما يعديش. ما يعديش. ما يعديش. ليه يعرف منين يعني؟ هيقول له انت عديت فلازم انا اتحرق؟ الحرارة. ها؟ من الحرارة. من الحرارة. اسمها الهيتنج ارميتشر سموها او الارميتشر هيتنج الحراره هتزيد عن العزل المتصمم عليه فيتحرق
فخلاص خدنا اقصى حاجه الارميتشر هيتي اللي هو عند الاي ماكسيمم. لو هو هو الاي ريتد فبرسم دايره كده الاي ريتد واقول ينفع اشتغل جوه الدايره دي ما ينفعش اشتغل براها. ليه؟ عشان هيبقى التيار اكتر من الاي ريتد ما ينفعش. طب تعرف ترسم دايره وفي حاجه اسمها الفيلد هيتنج اللي هو اي فيلد ماكس اللي هو ات اي ماكس. لا 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 احنا متفقين. الفيلد قال لي مثلا مثلا الاي بتساوي 1.2 بريود مثلا مثلا وانا عندي 1.2 10 سم ب 1.2 12 سم ارسمها ارسم ازاي بقى الماكسيموم ايه ارسمها ازاي ازاي عاوز ارسم الدايره عشان اقصى تيار الاي في فين عملت انا كده طعم في اكبر في اصغر في صغير اجي ارسم الدايره دي ها بس دي دي في الماكسيمم اكيد دي ماكسيمم تبقى اكبر من دي فبرسم الدايره دي ده عند اقصى اي عند اقصى اي هيديني الدايره دي. ينفع اشتغل براها؟ ينفع اشتغل براها؟ اجي هنا عند تي ماكسيمم تبقى دايما اكبر من دي وارسم لو جيت جيت الريديال بتاعها عشان تصير اي ماكسيمم على اكس اس ينفع اشتغل براها؟ لا لا ليه؟ لا ليه؟ بشتغل. ليه هتحرق؟ عشان الاي تي ما ينفعش ازودها عن القيمه دي عشان ده اقصى اي تي. طب لو زودت عنها ايه اللي هيحصل؟ ليه هتحرق؟ عشان درجه الحراره بتاعتها عشان كده سموها الفيلد هيتنج. طب عاوز درجه؟ احط بقى الدايرتين فوق بعض اهي. فاجي عند ريت يا باشمهندس وارسم الدايره بتاعت اقصى تيار. ارسم الدايره بتاعت اقصى تيار اهو دي خمسه معلش دي كده يبقى دي الدايره بتاعت الاي في ماشي. ارسم بقى بتاعت اقصى تيار اركز هنا وافتح ال 10 سم ولا مش عارف ايه وارسم الدايره دي هي بتاعت الكرنت الماكسيموم بتاعت ارمتشر. سؤال ينفع اشتغل براهم هما الاثنين؟ لا لا ليه؟ عشان هتبقى تيار اقصى تيار اقصى فيه. ايه النقطة اللي عندها اقصى تيار واقصى فيه؟ اقصى تيار واقصى فيه انهي نقطة يا باشمهندس؟ انهي نقطة؟ التقاطع هي تديني اقصى اي فيه واقصى اي ارميتش. لو وصلت دي يا باشمهندس كده ده الطيار وده الفاي وصل دي كده يا باشمهندس ها يبقى دوت ايه يا باشمهندس ماشي. يبقى دي جيت اسمها الاوبتيمم بيسموها الاوبتيمم اوبريشن بوينت. انا عملت الدايره بتاع اي في دي ماكسيمم اللي هو الاي ماكسيمم بيقول مثلا 1.2 بريود رسمت 12 في الاي على اكس اس 12 سم رسمت الدايره بتاع الماكسيمم في والدايره بتاع الماكسيمم كارب وتفرقوا النقطه النقطه دي ده اقصى اي اف واقصى اي ار بي. النقطه دي هي احسن نقطه نشتغل عندها تبقى الايه ديت الاوبتيمم بوينت. رسمنا يا باشمهندس اجي كده اجي عند كي ماكسيمم على اكس اس والسنتر والسنتر صفر وبي على اكس اس فوق السنتر اجي هنا بي على اكس اس اهو بس وافتح بقى الراديوس كي ماكسيمم على اكس اس اهو رسمنا مثلا الدايره دي كده دي اقصى دي دايره الفيلد. ادي هنا ركز هنا بقى وارسم الدايره ارميتشر بايه؟ ب 1 بريود 10 سم وارسم الدايره الثانيه مثلا اهي اهي الدايره الثانيه النقطه دي اقصى اي اف
اقصى اي ارميج هي ديت الاوبشن ايه بقى يا باشمهندس ها ده يا باشمهندس الجزء اليمين ده ده جنريت الجزء الشمال ده موف هنا الدلتا بالموف هنا الدلتا بالسين في سؤال تاني ينفع اعدي اقصى من الدلتا ب 90 الدلتا اكبر من 90 ممكن اعدي الدلتا اكتر من 90 لا لا ليه عشان عديت الماكسيمم يبقى انا بشتغل يا باشمهندس في الجزء دايما ده اللي فوق بس دايما شرط يا باشمهندس ان انت ما تعديش الستيدي ستيت ستابيليتي يبقى احنا بنعمل يبقى احنا لازم نشتغل في الجزء ده بس الجزء دوت مش شغالين فيه ماشي واضحه ديت اخر موضوع ايه